رمضان يمكن وجودك مع المنتخب كان تحدي لان كان في عدد كبير من البروهات موجوده في مصر كويسه. خلينا نتكلم بقى في الاختيار من الاول. ان انت عشان تخش جوه المنتخب كان في يعني انا سمعت في الليبروهات كان في مسبحه يعني في كان في تنافس قوي جدا. كان في كتير. كلمني عن المعسكر لان هو ده اللي بناء عليه المدير الفني اختار الليبروهات للفريق. هو طبعا الف مبروك لينا الكاس طبعا اول حاجه يعني والف مبروك طبعا لحسام ام في بي. انا كنت بصراحه حسام ده حبيبي يعني طبعا يعني هو حبيبي الكل الله اكبر عليه. لا حسام ده حاجه تانية يعني بالنسبه لي حته تانية في كوكب تاني بامانه. طبعا المعسكر كان احنا اتجمعنا في شهر 8 شهر 6 قصدي اتجمعنا شهرين وبعد كده حوار طلعنا سلوفينيا كانت في ماتشات صعبه كتير هناك بصراحه. كنتوا يعني كام ليبري في الفريق قبل ما يتم التصفيه النهائيه؟ كنا في شهر 7 كنا 3 ليبروهات. تمام. كنت انا ورضا وواحد اسمه محمود شريف. منين محمود؟ كان بيلعب في الطيران كانت منافسه شرسه طبعا يعني كنت الواحد كان بيطلع كل اللي عنده بصراحه يعني كان في ماتشات وديه برضو طبعا الواحد كان بيموت نفسه جديد ومعرفش حد بالظبط وشاف ماتشات يعني سيلكتد يعني كده ما شافش ما فالواحد كده كده اوريدي متعلم طبعا في النادي الاهلي اللي هو بيطلع بيعمل كل حاجه عشان يوصل اللي هو عايزه يعني طبعاً. فالحمد لله يعني اثبتت ان انا اكون في منتخب مصر الاول يعني. طيب انا عايز بقى بالتفصيل يمكن خدت من دكتور حسام انا بحب دكتور دي خلي والله لايق عليك قوي قوي ما شاء الله الله اكبر. خلينا نقول ان خدت اللي هو يعني الاوتلت من بره انه ماتش الجزائر اتكلمنا قلنا قول لي بعد ما صفرت المباراه في ماتش الجزائر خلصت وخسرنا 3-0 كلمني عن الساعتين ثلاثه اللي بعديها رحنا قلت لي عملنا ايه اتكلمنا ازاي بالتفاصيل بقى. لا احنا بعد الماتش طبعا احنا كنا مصدومين كلنا يعني احنا عمرنا ما خسرنا من الجزائر يعني طبعا يعني الجو كان في الاوتوبيس لا الدنيا كانت وحشه كاننا مصدومين اللي بيحصل بصراحه. فضلنا طبعا قعدنا مع بعض عملنا اجتماعات قبل العشاء ولا بعد العشاء يعني كلمني التفاصيل دي. لا ما تعشناش يعني ما تعشناش بصراحه بعد العشاء قعدنا مع بعض واجتمعنا ما ينفعش زي يعني استراحه محارب يعني استريح عشان ان شاء الله بعد ما كده ماتش كينيا نركز فيه. طب انتوا كلاعيبه رجعتوا الهزيمه من الجزائر الاولى برغم ان يعني ما كانتش مرشحه الجزائر برغم ان هو ثبت وجود على فكره الجزائر بالظبط مش يعني احنا كنا فاكرين ان هو مش لا الجزائر مرشح بالمستوى لا الجزائر مرشح لا مرشح فعلا عشان هو كسب بطوله عربيه كانت قبلها بشهرين كان بيلعب ليبي برضه بس الجمهور مش عارف ده بالظبط وواخد على الصيت القديم ان الجزائر بعيد. طيب انتوا رجعتوا الهزيمه لايه؟ قلتوا احنا خسرنا من الجزائر ليه؟ لا هو اللعيبه بصراحه كانت كلها يعني كانت اوف مود بصراحه مش ان احنا بره كانت اوف مود خالص يعني بصراحه كمان احنا لعبنا اول ماتش إن, ان ان يعني لما احنا قعدنا مع بعض احنا صرحنا نفسنا هو ده المشكله هو ده ان احنا يا جماعه كنا وحشين لازم نبقى متاكدين من كده في الماتش عشان كده احنا خسرنا يعني كان في سبب للخساره صرحتوا نفسكم بالظبط كل واحد يقعد مع نفسه يتفرج على نفسه يشوف عمل ايه في الماتش علشان الماتش الجاي مش مستحمل ان احنا صحيح. نغلط الاخطاء دي تاني بالظبط بالظبط فهي دي هي دي كانت الناس صرحت نفسها ان هي كانت عارفه ان لا النهارده احنا مش كويسين مش هنضحك على بعض بالظبط ما تضحكناش على بعض لا احنا وحشين ولازم كلنا نعتذر بالظبط هو ده اللي حصل الناس كلها كانت فاهمه كده فعشان كده الناس نزلت تاني يوم في التمرين مركزه ان احنا لازم الماتش الجاي لا يتحمل الاخطاء اللي احنا غلطناها بس ندوس على نفسنا نموت نفسنا. طيب وتاني تمرينه بقى يعني بيبقى الجو مكهرب هو في اي معسكر بعد اي خساره واحنا كنا كلنا لعيبه وعارفين بتلاقي السكوت كتير مفيش ضحك يعني بتلاقي الدنيا برده متنشنه شويه. انتوا كلعيبه كبار برده ليك خبرات عملتوا ايه؟ كنا بنلم بعضنا بصراحه يعني كنا بنلم بعضنا وكنا بنذاكر الفرق الثانيه وكنا بنظبط اخطائنا اللي احنا غلطناه في ماتش الجزائر. طب فلافي قال لكم ايه المدير الفني بعد ماتش الجزائر؟ ايه المحاضره الفنيه؟ فلافي بصراحه كان بيقول لنا ارموا كل حاجه ورا ظهركم. انا سبب الخساره انا سبب الخساره فعلا بالظبط قال لنا انا سبب الخساره ما لكوش دعوه باي حاجه. طب والله اهم حاجه ركزوا في اللي جاي. طب والله حلو جدا هو تحمل المسؤوليه عشان ما فيش حد يعني لو انتوا عايزين تجيبوا سبب للخساره فهو انا سبب الخساره بالظبط انتوا بس العبوا الماتشات الجايه وانا متاكد ان انتوا تقدروا تكسبوا البطوله دي. هو بصراحه ده كلام عجبني بالظبط هو لا هو الراجل بصراحه يعني بيدي اللاعب ثقه في نفسه بيخليه يطلع اقصى حاجه عنده في الملعب وفعلا في الوقت ده هي دي الكلمه اللي اتقالت فعلا انا افتكرتها لما محمد قالها ان هو الراجل قال لو انتوا هتحطوا سبب للخساره فهو انا السبب ده محدش يفكر في اي حاجه تانية غير ان هو يلعب الماتشات اللي جايه. يعني لا بصراحه يعني دي كواليس برضو يا كابتن بتدل ان جهاز فني عايز يعمل حاجه وعايز يضيف للمنتخب مش عايز هو يبقى جاي يعني لا هو عايز اللعيبه تتفرج للعب محدش يلوم نفسه
والميزة في فلافيو طبعا فنيا مدرب طبعا محترم جدا، وبالمناسبه هو اخر مدرب كان موجود لما كسبنا في 2016 تصفيات الاولمبيكس. يعني هو كمان كان ماسك منتخب مصر قبل كده 2016 تصفيات الاولمبيكس لاهلتنا الريو، كان هو المدير الفني وما كسبناش من ساعتها، ورجع وكسبنا الحمد لله.